بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زلنا نتحدث عن أهداف التربية الإسلامية. أهداف التربية الإسلامية، تكلمنا في المرحلة السابقة عن البناء الإيماني بالنسبة لشخصية الإنسان المسلم، وتحدثنا كذلك عن البناء الروحي، وقلنا إن البناء الإيماني والبناء الروحي بينهما علاقة وثيقة، حتى إن كثيرا من الكتب لا تفرق بينهما، تجعل البناء الروحي هو ذاته البناء الإيماني. اليوم سنستكمل الحديث عن البناء الخلقي. تبينا في المرة السابقة أهمية الجانب الخلقي بالنسبة للإنسان، وعرفنا أنه معيار الشخصية، هو المعيار المؤشر على شخصية الإنسان، الأخلاق. أما ما سواه من كثرة الصوم والصلاة والصدقة، كما عرفنا أنه ليس هو المعيار الصادق أو الأصيل الذي يعبر عن معدن الإنسان، إنما الذي يعبر عن معدن الإنسان هو الأخلاق. ونذكر بحديث تلك المرأة التي ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت كثيرة الصوم والصلاة والصدقة، ولكنها تؤذي جيرانها فقال هي في النار. إذن لم يكن الخلل لديها في المسألة العبادية، كانت كثيرة الصوم والصدقة والصلاة، لكن الخلل كان أين؟ في الأخلاق، تؤذي جيرانها فقال هي في النار. ثم ذكر له أخرى ليست كثيرة صوم ولا صلاة ولا صدقة، بمعنى كأنها تقتصر على الفرائض فقط، ولكنها حسنة الخلق مع جيرانها فقال هي في الجنة. هذا يدلنا على أن المعيار الصادق في الحكم على الشخصية هو الأخلاق. أما القضايا المظهرية الأخرى فهذه لها وزنها، لكن ليست هي المعيار الذي يعرف من خلاله الإنسان، لا شك في هذا. اليوم بعد ذلك حنتكلم عن بعض وسائل تنمية البناء الأخلاقي لدى الإنسان. إيش أهم الوسائل التي يمكن أن تتخذها التربية من أجل تنمية البناء الأخلاقي؟ كلام صحيح. يعني كأننا نقول بناء عملية الترغيب، أنه الإنسان يرغب في الفضائل لما فيها من ميزات ولما فيها من ثمرات ولما لها من انعكاسات إيجابية على حياة الإنسان، ثم النفور من الأخلاقيات المضادة، الأخلاقيات أو الرذائل التي تضاد الأخلاق الفاضلة والحسنة. ويكفي في ذلك إضافة إلى ما ذكرناه في المرة السابقة أنه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة بعد الإيمان بالله من حسن الخلق. يعني حسن الخلق يأتي بعد الإيمان بالله مباشرة، يأتي حسن الخلق ليثقل ميزان العبد يوم القيامة. وقد ذكرنا حديثا في المرة السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. يعني الأحسن أخلاقا هو الأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والأقرب إليه يوم القيامة. وهذا دليل على أنه معيار الشخصية، المعيار الحقيقي، هو حسن الخلق. الشيء الثاني، نعم، كلام صحيح. يعني كلما عمقنا مفهومنا أكثر حول قيمة الأخلاق في حياة الناس، بلا شك هذا يعطينا بصيرة علمية، يعطينا معلومات، يعطينا حقائق عن الأخلاق، وبالتالي يزيد من تمسكنا بالأخلاقيات. لا شك أن المجتمعات التي تسودها الأخلاق، وقبل المجتمعات الأسرة التي تسودها الأخلاق الفاضلة، لا شك أنها تكون أكثر أمنا وأكثر استقرارا وأكثر شعورا بالسعادة والتماسك والانتماء، لا شك. لكن الأسرة التي خلينا نقول تغلب عليها الأخلاقيات أو الرذائل أو الأخلاقيات السيئة، لا شك أنه بيكون فيها قدر كبير من التفكك، عدم الشعور بالأمن، الضياع، عدم الشعور بالانتماء الصادق لهذه الأسرة. فالأمور هذه المفروض أنه نكون على بينة منها. غير هيك عندنا أشياء في الأخير. الترجيع على أمور الخلقية
حتى تصبح عاده اخلاقيه محببه. ويشير الغزالي الى ان اكتساب الاخلاق بمجاهده النفس على اكتسابها، فهذا يعني بحمل النفس على ان تكتسب هذه الاخلاق. كلام سليم، وهذه النقطة أنا بعتبرها مهمة جدا من الناحية التربوية. يعني كثيرا ما نسأل هذا السؤال، كيف يمكن للإنسان أن يكون صادقا، أن يكون صابرا، أن يكون قارئا أكثر؟ والإجابات تطول أحيانا، الإجابات بتتخذ شكل فلسفي في كثير من الأحيان، تكوين الرغبة وبناء كذا وكذا وكذا يعني. لكن أقرب إجابة الحقيقة، أفضل إجابة عملية، أنه إذا أردنا أن نكتسب خلقا ما، فأقرب الطرق إلى اكتسابه ممارسة هذا الخلق بشكل مباشر. يعني إذا أردنا أن يكون الإنسان منا صادقا مثلا، عليه بممارسة الصدق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. بيكتسب هذا الكلام عن طريق الممارسة. نفس الشيء في الرذائل: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، يعني مش بس بيكذب وإنما يتوخى الكذب ويدقق فيه ويتفنن في أساليبه حتى يكتب عند الله كذابا في النهاية. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم والصبر بالتصبر. بمعنى أنه إذا أردت أن تكتسب شيئا فمارسه. واحد بيقول: أنا الله بقدرش أصمد وأقرأ نصف ساعة، كيف لي أن أكون عندي جلد في القراءة؟ من دون فلسفات ولا مقدمات ولا شيء، عود نفسك ومارس، ابدأ. وزي ما أنا قلت قبل هيك مرة من المرات، قلت أنه لو كل يوم الإنسان زاد دقيقتين أو ثلاث بس، يعني أنا لا أستطيع أن أجلس إلا نصف ساعة، مش مشكلة، اليوم نصف ساعة، بكرة أزيد عليها ثلاث دقائق فقط. تخيلوا الثلاث دقائق في 30 يوم في الشهر كم حتكون؟ حتكون قديش؟ حتكون ساعة ونصف. حكون عندي استطاعة في خلال شهر أني أقفز من نصف ساعة إلى ساعتين، وهذه قفزة نوعية. وبعد ذلك لو طورت هذا الأمر، ممكن في شهر ثاني أكون عندي قدرة على أني أصمد 4 ساعات أو أكثر. هذا يعني أنه الإنسان يعود نفسه ويبدأ. فممارسة الأمور هي التي تجعل الإنسان يمتلكها. نفس الشيء بالنسبة للأخلاق، كما تحدث الإمام الغزالي عن موضوع الرياضة. إيش عنده موضوع الرياضة؟ موضوع الرياضة يعني الممارسة والمران، أنه الإنسان يمارس الأخلاقيات ويرتاض عليها، يعتاد عليها شيئا فشيئا حتى تصبح جزءا من سلوكه. كيف؟ عندما نتعود نحن على موضوع شرب الشاي مثلا، كيف يصبح جزءا من حياتنا، وإذا فقدناه مرة نجد كأننا فقدنا شيئا عزيزا، مش هيك؟ ونشتاق إليه وكذا. حتى لو إنسان في وقته قدم لنا كأسا من الشاي لا يساوي شيئا بالنسبة للناحية المادية، لكن الإنسان يرى أنه شيء رائع جدا لأننا اعتدنا عليه، أصبح جزء من حياتنا. نفس الشيء الأخلاق الفاضلة لو صارت جزءا من حياتنا، جزء من نمط حياتنا اليومي وتعودنا عليه، حنصبح فعلا أناس نمارس الأخلاق بنوع من المتعة، بنوع من النشوة، وبنوع من السرور. المجاهدة أو الرياضة أو الممارسة كما نسميها اليوم في مصطلحنا المعاصر. فإذا إذا أردنا أن نكتسب أي خلق فعلينا أن نمارسه، هذه أسرع وسيلة. أما قضية كيف لي أن أكون قارئا وكيف لي أن أكون صابرا، لا لا، ابدأ مارس، ستجد إجابات رائعة جدا على هذا السؤال. المهم تبدأ تمارس وتجرب وترتاض وتستمر في العمل. غير ذلك، غير هذا، أيوة. تمام. العبادة لها دور أخلاقي كبير جدا بلا شك، وتكلمنا يمكن يكون في المرة الماضية جزء من هذا الشيء، أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصوم يعلم الإنسان التقوى، وكل عبادة لها مقصد سلوكي. الحج نفس الشيء، دورة جميلة جدا تعود الإنسان على الانضباط، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الصدقة التي يخرجها الإنسان ليست خسارة أو نقصا يخرجه من ماله، لا، إنما هي تطهر الإنسان وتزكيه، تطهر الإنسان من الأنانية، من الشح، من البخل، وتزكيه، تنمي فيه الأخلاقيات الطيبة، البذل، الإنفاق، الجود، الكرم، الشعور بشعور الآخرين،
الانتماء إلى المجتمع. فهذا الكلام ينبغي علينا أن نتدبره لما للعبادات من دور في تنمية الأخلاق. الصوم في ناس كثير بيقول لك يعني كيف يعني لعلكم تتقون، إيش علاقة التقوى بالصوم؟ العملية سهلة. يعني لو افترضنا أنه الإنسان الآن في الصوم، ما الذي يفعله بالضبط هو في الصوم؟ هو يترك طعامه وشرابه وشهوته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية الصوم. الآن الإنسان الصائم يترك أمورا هي في أصلها حلال طيب، مش هيك؟ لا يترك أمور خبيثة أو أنها محرمة، إنما يترك الحلال الطيب تعبدا لله. طيب الإنسان الذي ترك الحلال الطيب بإرادته وعزيمته، كيف تكون قدرته على ترك الخبيث المنكر المحرم؟ هتكون أسهل بكثير، أسهل بكثير. ومن هنا تأتي التقوى. يعني يحصل التقوى لماذا؟ لأن ترك الحرام الخبيث سيكون أسهل بكثير عنده، لأنه ترك الحلال الطيب اللي في أصله حلال طيب، تركه ابتغاء مرضات الله، فبالتأكيد حيكون من باب الأولى والأسهل أن يترك المحرمات والخبائث. فمن هنا بتأتي التقوى. الآن نحن نتحدث، نذكركم بالعنوان الأساسي، الهدف الأول من أهداف التربية الإسلامية بناء الإنسان، مش هيك؟ تكوين الإنسان المسلم. تكلمنا عن عدة بناءات في الإنسان، البناء الإيماني، البناء الروحي، البناء الأخلاقي، الآن نكمل البناء العقلي، وهذا الكلام كله متعلق بالإنسان. طبيعي العقل في الإسلام له قيمة كبيرة. كيف ذلك؟ تمام. يعني النقطة الأولى، الإسلام لا شك أنه بيّن أهمية العقل ورفع من شأنه. العقل في الإنسان هو أولا زينة، زينة للإنسان. وأنتم ترون وتعلمون جيدا أنه الإنسان إذا فقد عقله، الحقيقة أنه يعني تصرفاته تكون مزرية. إنسان لا يعقل، يتصرف كالدابة. فالعقل في الإسلام مجد تمجيدا كبيرا، وهو مصدر العلم، مصدر القدرة على التعلم، التي بها كرم الإنسان، القدرة على التعلم. وأسجد الله سبحانه وتعالى ملائكته احتراما وتقديرا لهذا المخلوق العجيب الذي لديه قدرة على التعلم والإضافة والاكتشاف والنهوض بالجانب المعرفي أو التعليمي. وجعل الإسلام العقل هو مناط التكليف. مناط التكليف بمعنى هو الذي يعلق عليه التكليف أو يبنى عليه التكليف. فإذا سقط العقل عن الإنسان، إذا فقد العقل معناته التكليف سقط كذلك. فالعقل مهم جدا. القرآن الكريم تكلم كثيرا عن العقل، يكفي أنه مشتقات كلمة عقلة في القرآن الكريم، يعقلون، تعقلون، من هذه التصريفات ورد هذا التصريف بأنواعه المشتقة جميعا، وردت يعني في حوالي 49 آية، 49 آية اللي تكلمت عن موضوع مشتقات العقل، يعقلون وتعقلون إلى آخره. فهذا دليل اهتمام بالعقل. هذا بخلاف الوظائف الأخرى للعقل، يعني التفكر ذكر في آيات، التدبر ذكر في آيات، الاستدلال، الاستنباط، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، العلم وهو وظيفة من وظائف العقل، ذكرت مئات المرات في مئات الآيات. فهذا يعد عناية بالعقل كبيرة بلا شك. الله سبحانه وتعالى أيضا شنع على الذين يعطلون عقولهم، لأنه اللي بيعطل العقل بيصبح كالدابة تماما. لكن ميزة الدابة عليه أنها يسيرها الغريزة، الغريزة اللي أودعها الله سبحانه وتعالى فيها تعرف بمقتضاها مصلحتها تلقائي من غير تفكير. لكن الإنسان لو فقد العقل فإنه يكون أحط من الدابة، لأن الدابة بتسيرها الغريزة على الأقل، بتعرف معنى الأمومة
والعناية بصغارها وكيف كذا عن طريق الغريزة التي أودعت بها. بتعرف أين تطعم وأين تشرب وأين تذهب وتروح وكيف تؤمن حياتها بالغريزة. لكن الإنسان لو عطل هذه القدرات يصبح أضل من الحيوانات. علشان هيك ربنا سبحانه وتعالى لما قال لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها إلى آخره، قال معقبا على ذلك أولئك كالأنعام، بس بعد هيك قال بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يعني بالفعل الإنسان لو فقد القدرة على التمييز أو العقلان بلا شك يصبح أحط من الدابة. الأمر ليس شرط أنه معناته عطل عقله بمعنى أصبح مجنونا، لا، في أناس عقلاء يعني الناس تحكم عليهم بالذكاء، عنده ذكاء ويمكن يكون عنده تخصص ومتفوق في تخصصه، لكنه مع ذلك معطل لوظيفة العقل فأيضا يصبح أحط من الحيوان، من ناحية أنه دائرة اهتمامه كل دائرة الاهتمام عنده فقط مطالب الجسد والشهوة والمال وانتهى الأمر. إذن أصبح الحيوان أكثر حظا من الإنسان في هذه الأمور جميعا، ما يتعلق بهذه الأمور كلها مطالب الجسد أو الطعام أو الشراب، الحيوان أكثر حظا من أي إنسان. فالإنسان دائما بيبحث العاقل عن آفاق أخرى، عن آفاق أسمى، عن آفاق تشبع حاجاته، لأن الإنسان فقط لا يقتصر يعني حاجات الإنسان على حاجات الطعام والشراب والجسد وكذا، لا، وإنما للإنسان حاجات يعني عميقة فيه، حاجات للاستقرار، للأمن، للسعادة، للرضا، حاجات أنه يكون إنسان سامي، له أهداف سامية في حياته، هذا اللي بيميز الإنسان عن غيره. أما مطالب الجسد فهي لا تسد جوعة الإنسان. طيب الآن في عندنا مجموعة من الوسائل التي تساهم في البناء العقلي. خلينا نشوف إيش أهم الوسائل اللي بتستخدم في البناء العقلي. نعم، تدريب الإنسان على استخدام المنهج العلمي في التفكير. المنهج العلمي في التفكير ماذا يعني؟ أنه الإنسان يفكر بطريقة مجردة، بطريقة موضوعية، بطريقة خالية من كل الشوائب، خالية من كل المشوشات، ليصل إلى الحقيقة بالطريقة السليمة المعروفة. لكن الوصول للحقيقة يعتريه أو يحول بيننا وبينه العديد من المعوقات. إيش أهم المعوقات التي تجعلنا لا نصل إلى الحقيقة بالطريقة التي ننشدها، بتعطل سيرنا نحو الحقيقة واكتشاف الصواب؟ في عندنا مجموعة أشياء تعطل هذه الأمور وعلينا أن نتجنبها إذا أردنا أن نكون علميين وموضوعيين في التفكير، مش هيك؟ أيوة. كويس، إذا النقطة الأولى الهوى الذي يجمع على أهواء. الهوى الحقيقة الإنسان منهي عن الهوى مهما كان، ولو تأملنا في الخطاب الذي هو موجه إلى نبي من الأنبياء لداود عليه السلام، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، نفس الشيء الآية اللي موجودة عندكم، حكاية الهوى هذه تحرف الإنسان عن الوصول إلى الحق. لأن الإنسان إذا هوى شيئا، والهوى معناه كما ذكر الإمام ابن القيم معنى مختصر وجميل، قال الهوى هو ميل الطبع لما يلائمه، ميل الطبع، ميل طبع الإنسان لما يلائمه. فإذا الإنسان عنده ميل إلى شيء هذا سوف يحيد به عن الوصول إلى الحق، مش هيك؟ حيكون عنده رأي مسبق يحكمه الهوى، بالتالي مش حيقدر يصل إلى الحقيقة، هذا معوق يحول بينه وبين الوصول إلى الحقيقة. طيب المعوق الثاني، المعوق الثاني في الباب. نعم. تمام، التقليد، التقليد كذلك هذا من الأمور التي تحول بيننا وبين الوصول إلى الحق، إنه الإنسان يقلد من سبقه أو يقلد الكلام الذي يسمعه أو يقلد المفاهيم التي
تروج بين الناس وتشيع مش بالضرورة تكون صحيحة. فالإنسان المجبول على التقليد اللي دائما بيكون تابعا هذه ممكن تكون عائقا من عوائق الوصول إلى الحق والحقيقة اللي هو التقليد. وهذا الشيء اللي القرآن الكريم شن على بعض الناس، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، تقليد. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يعني الإنسان يمكن أن يبرر له تقليد الناس في الخير، ممكن أنا بقلد ناس مثلا أخيار في قضية الصدقة، في القراءة، في مسألة الفائدة، لكن التقليد في الأشياء التي لا يسندها العقل هذا أمر معيب. فبالتالي التقليد هذا ليس مطلوبا من الإنسان، والتقليد هو أنه الإنسان يتبع آراء معينة دون أن يعرف دليلها أو حجتها، بس هيك لمجرد أنه فلان قال. هذا الكلام ممكن يحجب الحقيقة عنا، وبالتالي التفكير العلمي يتطلب أنه نتخلص كمان من هذا الجانب. غير ذلك من المعوقات، عند معوقات ثانية. أيوة، كويس، الظن كذلك، هذا كلام صحيح. الظنون تحول بين الإنسان وبين الوصول إلى الحقيقة، لأنه الظن هو شيء يقذف في النفس بيكون له بعض المقدمات، والإنسان من عنده يأتي ببقية النتائج التي لا يسندها لا دليل ولا برهان، بمجرد ظن. علشان هيك النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، والقرآن الكريم ذكر لنا قال إن الظن لا يغني من الحق شيئا. الظن هذه الفكرة اللي أحيانا يلقيها الشيطان أو يلقيها حديث النفس لدينا فنشك أو نظن أو كذا، هذا ليس منهجا علميا. المنهج العلمي أنه الإنسان يصل إلى الأمر بيقين وبأساليب جميلة وبأدلة معينة. أما الظن فهو يعتبر من ضمن الأشياء التي تحول بيننا وبين الوصول إلى الحق. غير هيك من الأمور اللي بتعطل وصولنا إلى الحق. نعم، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كويس، هذا كلام صحيح. التسرع هذا أحد المعوقات، أنه الإنسان يتسرع في الوصول إلى النتيجة، والإنسان فيه عجلة. ربنا سبحانه وتعالى مش قال خلق الإنسان من عجل وكان الإنسان عجولا؟ فالعجلة هذه ممزوجة في الإنسان، الإنسان يستعجل كل شيء، يحب أن يصل إليه وإلى نتيجته بسرعة. فبالتالي التسرع هذا قد يفقد الإنسان الاهتداء إلى الصواب أو إلى الحق. علشان هيك بده يتثبت، يتبين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالقرآن ينبهنا إلى أنه هذا سبب من أسباب تجاوز الحق وعدم الإصابة للحق. فالإنسان مطلوب أنه أن يتبين، أن يتثبت، أن يكون عنده تؤدة، عنده تأني، عنده حلم، عنده أناة، هذا الذي يصل إلى الحقيقة. طبيعي في هناك يعني آية بتتحدث عن تربية المتعلم على مبدأ الاستدلال المثمر. إيش هي هذه الآية اللي توصلنا إلى هذا الجانب؟ أيوة هناك برا. نعم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. تمام، يعني الآية هنا تحدثنا عن أمر، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يعني الله سبحانه وتعالى أخرجنا من بطون أمهاتنا لسنا مزودين بأدوات المعرفة الناضجة الكاملة، لكن بعد ذلك لما نضجت أسباب وأساليب ووسائل وأدوات هذه المعرفة أصبح عندنا قدرة على التعلم. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، العقول يعني، لعلكم تشكرون. طب هل هذه الآية بالمناسبة تتنافى مع الآية اللي بتقول فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها؟ نحن نقول أن الإنسان مزود بفطرة تميل به نحو الخير، لكن الآية هذه بتقول لا تعلمون شيئا، هل هناك يعني تعارض أو تنافي في
لا طبعا اكيد لا، هو المقصود بالفطره، المقصود بالفطره زي ما قلنا انه هي تشبه البوصله، البوصله التي توجه الانسان، تشعره بان الحق مقرب اليه ومحبوب لديه، وان التوحيد شيء اصيل فيه. بعد ذلك بيبقى مساله التفاصيل العلميه، هذه بنكتسبها عن طريق منافذ المعرفه المعروفه، السمع، البصر، سائر الحواس، بنحللها في عقولنا، بتتحول الى تجارب منظمه، مش هيك؟ لما بتتحول الى معلومات منظمه وتجارب نافعه بنستفيد منها عن طريق التفكير العقلي. فبالتالي هذه تزيد، بالعكس تزيد الفطره رسوخا وتحافظ عليها، كل ما الانسان تعلم اكثر، استخدم هذه الادوات وهذه الحواس اكثر، بالتاكيد هذه ترسخ عنده مطالب الفطره بشكل او باخر. الشيء الثاني الآن بنتكلم برضو عن الوسائل، وسائل تنمية عقل المتعلم في موضوع البناء العقلي للإنسان. الأسلوب أو الوسيلة الثانية أنه تربية المتعلم على الاستقلال في الرأي وتحريره من الإمعية. كيف بنى الإسلام في نفوسنا هذا التوجه؟ خلينا نذكر من خلال النقاط اللي موجودة عندكم. الإسلام بنى فينا هذا الشيء وجعله أصيلا. أيوة. العقائدي والفكري، وأيضا ينمي لدى المتعلم اتجاها قويا. واحدة واحدة. يرفض استخدام النقطة الأولى الإكراه العقائدي، هذا كلام صحيح. يعني الإسلام كما ترون يعني رفض الإكراه العقائدي حتى في أخطر قضية. يعني إيش معنى أخطر قضية؟ أنه قضية الإيمان والكفر يترتب عليها خلود في الجنة أو خلود في النار. يعني القضية ليست سهلة، مسألة مصيرية، ومع ذلك الإسلام عرضها علينا عرضا لكي يختار الإنسان موقفه من هذه الأمور بالعقل والتفكير، لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي، يعني كأن الآية تقول لنا أن الإنسان الرشيد الذي يستخدم عقله بالطريقة الصحيحة سوف يختار الحق قطعا، يعني لا إكراه في الدين، لكن لا مجال لأن نكره الناس على الدين. حتى الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ يعني القصد أنه الإكراه غير وارد. الإنسان الإسلام احترم عقل الإنسان لكي لا يكون إمعة، لا باختياره ولا أن يكون مجبرا كذلك. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، الأمر الثاني في هذا الموضوع، نعم. كويس، يعني هنا الآية هذه بتبين أنه في بعض الناس قد يتخذون كبراءهم معبودين من دون الله، لكن كيف يتخذونهم معبودين؟ هذا في حديث عدي بن حاتم واضح في الحديث الصحيح، لما جاء وكان يضع في عنقه صليبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم تلا قوله تعالى لما رأى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال له عدي ما عبدناهم، يعني نحن لم نعبدهم، كيف اتخذناهم؟ فقال ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. يعني أنت لما بتقلدوا على الشيء سواء كان صحيحا أو خاطئا، هذا يعتبر نوعا من مصادرة العقل، وهو بالتالي شيء من العبادة، شيء من الاتباع والطاعة، مش هيك؟ فالإسلام نبهنا كذلك من هذا الأمر لكي لا ننقلب إلى مجموعة من الإماعات الذين يتبعون من غير بصيرة. غير ذلك في نقاط أخرى. جاء في توجيه النبوي لا تكونوا إماعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا، وإن ظلموا ظلمنا، لا تواطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. كلام صحيح. يعني الحديث هذا وإن كان فيه مقال يعني من ناحية السند، لكن مع ذلك معناه صحيح، أنه الوصية أنه لا يكون الإنسان منا إمعة. الإمعة هو الذي يقلد، هو الناعق، يعني الذي يقلد كل ناعق، أو الإنسان الذي يحاكي الناس من غير بصيرة ولا دليل ولا برهان. فلما بقول لا تكونوا إمعة، تقولوا إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا أسأنا، يعني كأنه الإنسان بيقول أنا مع الناس إن أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أسأت. لا،
هو المطلوب في الإنسان أن يوطن نفسه جيدا، يكون عنده شيء من العقل واستقلال الرأي. إن أحسن الناس أن تحسنوا، لا مانع أن الإنسان لو أحسن الناس يحسن معهم، هذا شيء مطلوب. لكن إن أساءوا، لا، هو الاتباع مش على كل الأحوال، وإن أساءوا ألا تظلموا، لا تسيئوا معهم، يعني كونوا موطنين أنفسكم على أمر، وإن خالف المجموع إذا كان رأي المجموع خاطئا. غير ذلك أيضا من الأشياء اللي حمى بها الإسلام عقولنا، نهى الإسلام عن التقليد الأعمى للآخرين دون تمحيص منهجهم أو إعمال العقل فيه. يقول تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يقولون شيء ولا يفعلون. كلام سليم. إذا التقليد الأعمى، التقليد من غير معرفة الدليل، أيضا هذا شيء غير محبب في الإسلام. والآية التي تلوناها قبل قليل: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، النكران على إيش؟ مش على مجرد اتباع الآباء. أنكر عليهم القرآن اتباعهم للآباء على الخطأ، هاي الشيء اللي بينكر. لكن لو كان اتباعا بالحق، بالعكس، ربنا سبحانه وتعالى قال: والذين اتبعوهم بإحسان. يعني في أحيان الاتباع يكون ميزة في الشيء الحق، في الشيء الطيب، لكن هنا الاتباع كان في أمور لا يسندها العقل ولا الهداية الحقة. في للقرطبي رحمه الله كلام حول التقليد، بيقول: التقليد ليس طريقا للعلم ولا موصلا إليه، لا في أصول ولا في فروع، وهذا قول العقلاء والعلماء، وهذا صحيح. التقليد ليس طريقا للعلم، إنما الإنسان يعمل عقله ويتحرر من التقليد، لا سيما في الأمور التي لا يسندها العقل والتمييز. الآن وسيلة أخرى، والتدريب المتعلم على النقد الذاتي بدلا من التفكير التبريري. طب في الأول بدنا نتعرف على إيش معنى التفكير التبريري وإيش معنى النقد الذاتي. التفكير التبريري ما هو؟ ما معنى التفكير التبريري؟ التفكير التبريري كويس، يعني هذا نمط يشعر الإنسان بأنه كامل وأنه بريء من الخطأ، وأنه المسؤول عن الأخطاء التي تحدث دائما ليس هو، وإنما الظروف والأحوال ومسؤول العمل ومدير العمل وظروف البيت وكذا، يعني يذكر كل شيء إلا نفسه الإنسان. هذا نمط من التفكير التبريري لا شك. وهذا التفكير في الحقيقة لا يصلح من شأن الإنسان. صاحب التفكير التبريري يكاد لا يصلح من شأنه، لأنه مدام بيضع اللائمة ليس عليه وإنما على الآخرين. لما بيسأل الطالب مثلا، لو طبقنا على الطالب: لماذا يا فلان، لماذا يا فلانة كانت درجاتك في مادة التربية الإسلامية منخفضة؟ فصاحبة التفكير التبريري كيف تقول؟ بتقول: والله الكتاب معقد وصعب، المدرس أيضا لا يشرح بطريقة جيدة، الظروف بنوصل للطابق الخامس وأحنا تعبانين جدا، الحر الشديد، المواصلات. تذكر كل شيء ما عدا تقصيرها، لا تذكر أنه أنا والله مثلا قصرت الحقيقة، لم أتخذ بالأسباب، لم أقرأ إلا قبل بيوم، ما كنتش أتابع، كنت أغيب. لا تقول هذا، وإنما بتقول أنه المدرس والكتاب والظروف والكذا والمواصلات. هذا نمط من التفكير التبريري الذي يبرئ الإنسان من نتيجة الأخطاء وتحمل المسؤولية تجاهها، وهذا نمط سيء جدا من أنماط التفكير التي لا تبشر بأنه الإنسان مقدم على الإصلاح. خلص الإنسان صاحب التفكير التبريري راضي بهذا، دائما بيلقي باللائمة على غيره ولا يشعر بالخطأ. طبعا الله سبحانه وتعالى لما بيقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، هذا المقصود. الإنسان مش دائما يحط في نفسه الكمال، يضع في نفسه الكمال، وإنما الأخطاء من غيري. لا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، الآية اللي ذكرناها أكثر من مرة. النقد الذاتي إيش معنى؟ ما معنى النقد الذاتي؟ أيوة. كلام صحيح. هذا تفكير عكس، بخلاف التفكير الأول. يعني هذا التفكير يعني يدرك الظروف الخارجية والمعوقات، صح،
لكنه أكثر شيء بوجه اللوم لنفسه، بيقول أنا إيش الشيء المطلوب مني، ما الخطأ الذي وقعت فيه أنا، ما الشيء الذي أنا مسؤول عنه. وفي الحقيقة صاحب هذا التفكير يوشك أن يعدل ويرتقي. لماذا؟ لأنه الحقيقة لما كل إنسان منا يلتفت للأسباب التي تنطوي عليها نفسه، الأسباب الخاصة به هو، يستطيع أن يعالجها. لكن إذا ألقى باللائمة على الآخرين، يعني إيش الحل؟ الطالب اللي كان كسول وبيقول أنا ألقي باللائمة على الكتاب وعلى المدرس وعلى المواصلات وعلى الظروف، ما الذي يغير هذه الأشياء؟ صعب جدا. لكن لو قال أنا والله كنت مقصر وكان الأمر يحتاج مني إلى مداومة أكثر، إلى سؤال المدرس عن الأشياء الغامضة، إلى كذا وكذا، هذه بيقدر يصلحها، مظبوط ولا لا؟ يستطيع أن يبدل الكسل بالجد والنشاط، ويستطيع أنه يبدل مثلا الإهمال بالمتابعة والجد والاجتهاد. فدائما صاحب النقد الذاتي هو الذي يفوز ويستطيع أن يرتقي بنفسه. والآية الكريمة وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، هذه آية عنوان لنا في الموضوع، تعطينا فكرة جيدة. الوسيلة الرابعة، تدريب المتعلم على التفكير الجماعي بدلا من التفكير الفردي. إيش المقصود بالتفكير الجماعي وما المقصود بالتفكير الفردي في الأول عشان نتعرف التفكير الجماعي ما معناه؟ التفكير الجماعي والتفكير الفردي، نريد أن نسمع منكم الفرق، وبعد ذلك إن شاء الله تعالى بنعقب على الأمر. التفكير الجماعي في الأول نبدأ به، تفضل. أن يكون الإنسان والفرد وجميع الأفراد تصب في مصلحة الجماعة بشكل عام، أما التفكير الفردي فتكون المصلحة تصب في أن تكون الجميع الأمور تصب في مصلحة الفرد بعينه. كويس، يعني لو افترضنا أنه في مجموعة من الناس في سفينة في البحر، وهذه السفينة في البحر بدأت تتقاذفها الأمواج، فصاحب التفكير الفردي بيفكر أنه كيف هو ينجو بنفسه، كيف ينجو بنفسه، فبتلاقيه مهتم أكثر شيء متمحور حول ذاته، بده يلبس سترة النجاة، وبده في أقرب وقت يأخذ قارب من هالقارب ولو قفز وحده حتى إلى الخارج، المهم هو بيفكر في نجاة نفسه. لكن صاحب التفكير الجماعي بيحاول في نجاة السفينة بأكملها، هاي معنى الكلام، أنه لا يفكر في ذاته وإنما يفكر في مصلحة المجموعة. نفس الشيء لو كان في أشياء لها ضرر فردي وأضرار جماعية، دائما بيحاول أنه يتخلص من الأضرار بمعناها الجماعي، أنا أريد أن أنقذ نفسي وأنقذ الآخرين، أريد أن آتي بالمصلحة لنفسي وللآخرين، هي صاحب التفكير الجماعي. صاحب التفكير الفردي زي ما قلنا مهتم متمحور حول ذاته، أنا مصلحتي المهم ونجاتي، بخلاف التفكير الجماعي. التفكير المطلوب عندنا في الإسلام هو التفكير الجماعي بلا شك، وربنا سبحانه وتعالى حذر من عدم الاهتمام بالتفكير الجماعي بقوله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يعني إذا كنا بنفكر أنه الذين يظلمون في المجتمع فهم طائفة من المجتمع، الفتنة أو الفساد أو العذاب فقط يأتيهم وحدهم، بنكون غلطانين. بالعكس، هو العذاب ابتداء وانتهاء سيأتي للجميع، حيشمل الجميع، لأنه الإنسان الظالم أين يقع ظلمه؟ مش بيقع على أبرياء في النهاية؟ وهذا عذاب بهم في الأساس، يعني الإنسان الذي يريد أن يسرق هذا إنسان ظالم، لكن سرقته بتقع على من؟ على ناس أبرياء وطيبين، وممكن السارق كمان حتى يذهب إلى الناس الملتزمين أكثر، يقول هذول أموالهم حلال وأفضل يعني. فالقصد أنه الظلم لا يقتصر على الظلمة، ياريت أنه نتيجة الظلم والعذاب بيقتصر عليهم، لا، إنما المسألة بدنا نفكر تفكير جماعي. النبي صلى الله عليه وسلم مثل لهذا الأمر بتمثيل جميل جدا، لما بيقول مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة اقترعوا فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء صعدوا على من فوقهم، يعني صعدوا إلى الطابق العلوي، فقالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. يعني هنا بيقولوا أنه ليش ما نخرق خرقا في نصيبنا اللي هو في أسفل السفينة، وبالتالي لا نؤذي من فوقنا.
طبعا الكلام هذا غير مبرر على الإطلاق، وهذا بيصور على فكرة بيصور نمط الناس المفسدين في المجتمع، مفسدين لكنهم يقولوا نحن مصلحون طبعا. فكان التبرير انه نحن لا نريد ان نؤذي من فوقنا، بدناش نؤذيهم. طب الحل ايش؟ الحل اننا نفتح فتحة في السفينة، نخرق خرقا، وبالتالي ستغرق السفينة باكملها باللي فوق واللي تحت. هذا بيذكرنا بالاعلام الكاذب، واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. اغلب الناس سبحان الله اللي غير ملتزمة وما عندوش اخلاق ولا كذا، لما بيظهر في الاعلام ويتكلم وكأنه حامل راية الإصلاح، كأنه حامل راية الإصلاح ويريد أن ينقذ المجتمع من الرجعية ومن الضلال ومن الظلامية ومن كذا وكذا، وهو أكبر المفسدين، هو بيكون أكبر المفسدين. فهنا هؤلاء يقولون المعلن يعني لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا، الحقيقة أنه يريد أن يغرق السفينة، كالذين يريدون أن يغرقوا مجتمعاتنا في الرذيلة والخطيئة. لكن الشيء المعلن ولم نؤذي من فوقنا، يعني احنا قصدنا كويس، يعني لا نريد ان نؤذي من فوقنا. وبالتالي ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فانهم تركوهم وما ارادوا. اذا الاخرين بيقولوا طيب ما هم حرين يعني يخرقوا في نصيبهم، هذا مش نصيب، مش لنا يعني نصيبهم، هلكوا وهلكوا جميعا، الجميع هيغرق. واذا هم اخذوا على ايديهم ومنعوهم نجوا ونجوا جميعا، الجميع سينجو. فهذه فكره التفكير الجماعي، تفكير الجماعي. أما التفكير الفردي، القرآن الكريم لا شك أنه أيضا في موضوع التفكير الجماعي، كيف الآية اللي في سورة الجمعة أنه كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب الجمعة في بعض الناس يستعجلون ويخرجون أو يتأخرون بسبب التجارة واللهو، هذه مصلحة خاصة، لكن المصلحة العامة الأصل أن يجتمع الناس، أن يجتمع الناس على الحق وعلى الخير في المسجد. فنزل فيهم آيات تبين هذا الأمر، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، أسرعوا إليها وتركوك قائما، يعني قائما تخطب في المسجد، وبعض الناس انصرفوا للتجارة. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الشيك طيب إن شاء الله تعالى المرة القادمة نتحدث عن البناء الاجتماعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.